المخدرات التخليقية وهي آخر من تجوى العتاد، إلا أن ذلك وحده لا يكفي الشرعي بالمخدرات. نخدموا بزاف في البوليت تاع الوقايه، وثاني نستقبل المدمنين يوميا، نقوم بمعالجتهم بتقديم تعزيزات نفسيه، باعاده تدمجهم في المجتمع بطرق طبيه وبطرق نفسانيه. الحاله تختلف من حاله الى حاله، بعد الفحص الاولي يتبين لنا الحاله اللي اقل من السن القانوني نشرحوا انه يتواجد الوالي باش نصدروا لو معاه العلاج اللي مجاوب السن القانوني وعلى وعي بسهوله يقدر يبدا معنا المتابعه.